الواحد مش ممكن يعتبر نفسه حقق كل أحلامه. مهما حقق الواحد من أحلام يحلم تاني، وإلا الواحد ما بيحلمش. أنا حلم غير المألوف، أنا حكاية مش مكتوبة بالحروف، أنا قصة كل ما يخلص فصل يبدأ فصل جديد. أنا اللي بتشوفه النهاردة مش هو نفسه بكرة، أنا التفاصيل اللي ما بين السطور، أنا الفصل الأول، أنا نغمة حلوة في ودنك، أنا قصتين اتقابلوا، أنا إحساس وتعبير، أنا بيت، أنا مستقبل، أنا حياة، أنا رحلة حياة كاملة قصصها متداخلة، أنا مدينة. The City of Odisha. قصة مدينة بتتحكي.